وهذا الفطور. انا الخبز ديال القمح، كرواسون، ونخلص الزيت وامله وبريريت ديال اتاي. دابا ان شاء الله غندوز باش نعجن. راه درت هنا شويه ديال الفورص، غنزيد معاه الطحين الكامل كومبلي. صافي غادي نحركهم. يلا هذا الجد فاش غادي نعجن وندير ان شاء الله الغدا قبل ما يجيو الدراري. 12 شخص الغدا يكون طاب. ندير واحد المعلقه ديال الخميره، شويه ديال الملحه، وغندير واحد المعلقه ديال زريت الكتان، وغنزيد واحد شويه ديال زيت البلديه. صافي غنجيب هنا المدافي ونبدا نعجن ان شاء الله. بسم الله. اول حاجه كنصبق هي العجينه، راه كتاخد شويه الوقت. يلا الجهد فاش كتقرصي وتخليها تخمر. صافي بيد ما كتقرصي ولا انت كتقضي شغلك كدوزي ديك الساعه للغدا، هي اللي كتقبض الوقت. ديما تنسبقها. انا اليوم افضل نعجن في القصريه، مره كنبغي نعجن فيها واخا عندي الروبو. العجينه ديالي ماشي بحال الروبو، واخا هكاك بيدينا كتدب اكثر وحسن. الا كنت مزروبه راه ضروري كنديرو. دابا باقي الحال، قلت اللهم نعجن بيديا احسن. نزيد واحد شويه الماء صافي، وغادي نجمعها ان شاء الله. صافي دابا جمعتها، راه درتها شويه خفيفه كما كتشوفوا، راه باقا كتلصق في يديا. انا ديما تنخليها هكا مرخوفه العجينه حيت القمح ما يبغيش تجي قاصحه. صافي غادي نخليها ترتاح ليا واحد 10 دقائق ونرجع ان شاء الله. غادي نقرصها ونشكلها خبيزات. صافي ارتحت ليا، جبت هنا الطحيح ديال الكوفلي، بديت كنقطع خبيزات صغار وغادي نقرص ان شاء الله. نقطعهم على الجهد اللي بغيت، انا تنبغي شويه الخبز هكا صغير. صافي دابا شكلتهم قريصات صغار وقرصتهم، غادي نخوي هاد القصريه باش نلقى فين نقرص. ونبدا باللوله اللي غتكون طلقات، نبدا نقرص ان شاء الله. بسم الله. صافي دابا قرصتها، غنهزها ونبدا نحط في الطبله، نعاود نهز واحده اخرى ونبقى هكا تنسالي الخبز كامل اللي عندي. واللي قرص كنحط هنا في الطاوه باش يرتاحوا ليا، ونكمل تاني الخبيزات اللي باقيين، باقي لي شي وحدين. صافي دابا راه ساليت الخبز من الدكراس هو هذا كامل. صافي غادي نغطيه بمنديل واحد اخر ونخليه يخمر، من بعد ندوز باش نحضر ثاني الغدا. ودابا غندوز ان شاء الله باش نرد الغدا. جبت هنا واحد المكه ديال اللحم من الفريغو، باقي يلا كتطلق شويه. صافي غنديرها هنا في الكوكوط ونزيد عليها زريعة البصلة.
كنقطع غير هكا مشنفه دغيا، كتبقاش كاع تبان دغيا كدوب. دابا ندير العطريه ان شاء الله، ندير واحد شويه ديال التحميره، الخرقوم شويه شويه ابزار، تاعها مابغيش نكثر بزاف ابزار، شويه ديال سكنجبير، شويه ديال الملحه والزيت البلديه والروميه مخلطين مع بعضياتهم. وغادي نحرك هذا الشيء وغادي نشعل عليه البوطه العافيه مهيله ونزيد الربيع. كنت غادي ننسى الا تفكرتو، صافي راه قطعته. ندوز دابا نشعل البوطه، صافي نحط الكوكوط مره مره نبدا نحرك. الغدا هو راه سديت عليه، سديت الكوكوط درت لها الصفاره ونقص عليها وخلي جو يطيب. والخبز كما كتشوفوا هو راه شعلت الفران من الفوق ومن التحت وراه قبط راسو. دابا ان شاء الله غادي نهبطو لتحت يكمل الطياب. واللي مازال ما لحتوش حتى هو اللوحو الفوق، ولا جبت وحده اخرى حتى هي غنديرها، وهادو غيتحمروا لتحت من الوجه وهادو غيقبطوا راسهم الفوق عاد نهبطوا. دابا غندوز ان شاء الله باش نصايب واحد الشريطه. جبت هنا الباربا، غادي نخوي هنا شي حبات اللي غنديرهم يتسلقوا، ندير واحد الشريطه غادي نغسلها ونحيد داك الراس. غنغسل الباربا من هاد التراب اللي كيكون فيها ونخويه، نعاود ندير ما جديد عليها حتى كتغسل ليا مزيان، ونحيد لها هاد الراس نديرها في كاسرولة تسلق. نقسمها شوية رقيقة باش ما تاخديش الوقت. هادي هنا فين كنحط صافي. دابا الباربا كامله قطعتها، غندوز دابا ان شاء الله نشعل عليها البوط. صافي شعلت البوط وبدا تسلق، وهنا جبت البطاطا ان شاء الله غندير بها الفريت، غادي نغسلها من هاد التراب. وهاد الماطيشه مع البصله غادي نخليهم للباربا، غادي نغسلها مزيان من هاد التراب ونقيها هي باش غادي نحضر داك الغدا ان شاء الله. دابا نقيها، غادي نقي البطاطا
صافي دابا نقيتها، ندير عليها الماء في البانيو باش ما تكحلش، نعاود نزيد وحده اخرى ثاني بدا نقي حتى نساليهم كاملين. عاد نقطعهم على شكل فريت، صافي دابا نقيت البطاطا كاملة شليتها من داك الماء الاولاني، ندوز دابا نقطعها. كتعجبني نقطعها بيديا، واخا عندي القطعه ديالها صافي غنقطعها كلها هكا. صافي الفريت هو عندي واجد، قطعته كامل، واحد شويه غندوز نقليه حتى نقطع مطيش والبصله ديال الشطاطه الاخرى. وهنا الخبز بعد ما طاب ليا هو خرجته، باقي نيت مجموع كنحلو باش يبرد شويه، ساعه وهو الخبز كان واجد، كاين ما احسن من خبز الدار حاجة الدار. دابا نصايب الشلاضه وصل المطيشه كاين هذاك الراس، نصل البصله صافي. هنا قطعت مطيشه ديال الشطاطه، بقات ليا غير البصله، نقله درت فيها الزيت، ندوز باش نقلي الفريت تيسخن دابا الزيت مزيان، عاد باش نرمي البطاطا. صافي دابا الزيت راه سخنات مزيان، غنبدا ان شاء الله نحط الفريت شويه بشويه. والباربا هي حتى هي تسلقات بقى طايبه، غندير عليها الماء ونقطعها حتى هي طريفات صغار باش نزيدها على ديك المطيشه اللي صايبت. صافي الفريت ها هو تحمر عندي مزيان، غنجيب واحد الكبيسير فاش غادي نحط فرشت ليه الكاغيط، الا كان شي زيت زايد كيمصو. صافي الفريت ها هو حيدته، درتو دابا في الطبسيل، ندوز نرمي القلية الثانية اللي بقات ليا.
والبابا هي قطعتها طريفات صغار، زدت عليها شويه المعدنوس، غنخوي على هذا الموطيشه اللي عندي هنا، وندير ليها الشرموله، شويه ديال الكمون، شويه المليحه، شويه الزيت، وكنقدمها ان شاء الله. ندير شويه الكمون، الزهر، الملحه، شويه ديال الخل، شويه ديال الزيت، غادي نحركها. صافي الغداء عندي تقريبا كلشي واجد، صافي غندوز نغسل الديسير باش ان شاء الله نقدمو ونعطيهم يتغداو. صافي دابا راه وجد كلشي، صايبت الشلاضه وها هو الفريت، ومن عندي هنا الغداء في الكوكوط، وجبت هنا الطباصل باش غادي نبدا نحط فيه. صافي حطيت اللحم، ندير فوق منه الفريت، هذا هو الشكل النهائي ديال الغداء اللي وجدت معكم، شلاضه ديال الباربا مع مطيشه، وهنا اللحم، درت عليه الفريت، وهنا درت طبيصلات عاوتاني ديال الفريت مع الشطاطه اللي باقيه، وهنا الديسير، وهذا هو الخبز اللي عجنت معكم، والكويسان باش ان شاء الله ندير فيهم عصير. وهذا هو الغداء ديالي، نتمنى يعجبكم. صافي 12 راه كنت واجد كلشي، الوليدات دابا جاو، صافي حطيت لهم الغدا. وهذا الديسير، ندوز دابا ان شاء الله نحضر بيتزا العشاء. كما كتشوفوا هي العجينه، كنت طيبتها من قبل نص طيبه، ودايره فيها الزعتر وتقبتها وطابت نص طيبه، غندوز دابا ان شاء الله باش نعمرها. عندي هنا الطون والفرماج حمار، وعندي موتزاريلا كاشير، صوص طوماط مع البصله، والفلفل عفوا الزعتر. صافي غنبدا دابا نزين فيها ان شاء الله، الفران راني شاعلاه من الفوق ومن التحت، غادي ندهنها بهاد صوص طوماط. درت هنا جوج مطيشات، درت معاها واحد البصيله وقطعتهم، طابو مع شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وطحنتهم ورديتهم تنشفو مزيان، وعقدت ليا لاصوص، زدت عليها واحد المعلقه ديال مطيشه المعلبه. صافي وكتكون بنينه، كندهنها كامله هكا. بيتزا هنا بجوج، درت لهم صوص طوماط، غندوز دابا نكملهم بالتزيين. نجيب الطاوة، درتها في الطاوة، غنرشها بشوية ديال الطون ديال الزيت، ها كنفرتو هكا، غنزيد هنا لانشون، صافي غندير الفرماج احمر، وغنزيد هنا فرماج ديال الموتزاريلا، صافي دابا كملتها بالفرماج، غندير عليها واحد الرشه خفيفه ديال الزعتر، نطحن وندخلها للفران اللي مسخناه،
مزيان من الفوق ومن التحت، نخرجها ان شاء الله نقدمها. وهذه ان شاء الله البيتزا الثانيه اللي غادي نحضر، درت فيها صوص طوماط والطون، هذه بغيت نديرها بالخضره. غندير فيها الدنجال والفلفله، غنستف الدنجال غير صوطيتو شويه مليحه وشويه الزيت، صافي غنستفها بحال هكا تنقاد الدوره كامله، نزيد عليها الفلفله، الفران يكون شاد من الفوق ومن التحت. صافي هذا هو الشكل ديالها، هذا هما الشكل النهائي ديال البيتزا اللي حضرت معكم، هذه بالفرماج وبلانشون وبالطون، وهذه غير بالخضره، ما بغيتش ندير فيها الفرماج، انا ما بغيتش الفرماج فيها، داكشي علاش خليتها هكا، درت فيها غير الطون صوص طوماط والخضره. ايوا هذا هو عشانا، نتمنى يعجبكم، ما تنسونيش كيف العاده ملي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.